سترات مجال الطب الحديث اللي هو ايوه ومي هلا مع مع ساره وجبور لمعطيات معينه معك ولي الشخص قاعد ليل نهار ثلاث دقائق عشان يختم او اعلاميا اللي يشوف شو في طلع الجيل تعالوا شباب احكي لهم انه والله يعني مثلا في دواء للسكر في دواء للسرطان صار في طريقه معينه للتشخيص العافيه راح نكون متابعين اول باول بحيث انه نحط المعلومه امام المشاهد يستفيد منها طبيا. يعني فينا نحكي انه يكون في عنا جانب نظري بالاضافه لجانب العملي. نعم ان شاء الله. ان شاء الله. حتى مشاهدينا كمان انه انتم راح تتابعوا من العياده للاستديوهات عبر نافذه برنامج سوان. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دكتور هلا بعيدا عن الطب شوي نجي للحياه الاجتماعيه. بنعرف انه في كثير نجاحات حققتها ب 2019. شو الطموحات الموجودة عندك لـ 2020؟ شو الإنجازات اللي تسعى أنك تحققها بـ 2020؟ أولاً ضل معكم دقيقة ونص 2019 كانت سنة مهمة وعملنا فيها أكثر من شيء، نظمنا فيها أكثر من مؤتمر والحمد لله كنت أنا رئيس أكثر مؤتمر بالعالم للأمور التجميل والتأخير علامات التقدم بالعمر اللي هو الأنتي إيجينج ميديسن. وهي رسالة وإحنا بالمناسبة بنفس البرنامج راح تكون في فقرة تجميلية تعنى بهذا الأمر راح تنبث من العيادة مباشرة وراح تكون فيها برضو لأنه الثورة العالمية للتجميل والناس كلها تهتم بمظهرها فراح يكون في عدة جوانب لهذا الموضوع هتلاقي صدى واسع هاي الفقرة نعم إحنا بال 2020 نسعى أنه نوسع أطر هذا البرنامج بحيث أنها تكون تشمل بعض الأمور يعني يمكن نسعى أن يكون في مجلة لهذا البرنامج مجلة طبية برضو تكون المعلومات اللي موجودة نحكي بالمرئي تكون موجودة مقروءة وبين الناس ويكون في ويب سايت معين بحيث يكون رفرنس ومرجع للناس إذا في معلومة ضروري أنك أنت ما حضرتهاش ما قدرت أنك تكمل ترجع برضو للويب سايت هذا وتكون هاي المعلومة موجودة لك فيصير زي ميديكال إندكس مرجع طبي لكل الناس وإن شاء الله هاي يعني تمشي يعني هاي تطلعات 2020 يعني احنا بتمنى لك كل التوفيق يا رب واحنا كلنا حماس اكيد انه نشوف البرنامج الطبي اللي رح يعرض على شاشه الاردنيين A1 TV ان شاء الله هلا هيك حابه توجه لنا رساله بمناسبه دخولنا بسنه 2020 يعني رساله اول شيء احنا دائما بنحب انه الناس تكون متآخيه مع بعض والمحبه واهم شيء يكون في تسامح واحنا بنحكي دائما انه رأس السنة هي مجال لأنه في كثير من الناس يمكن بعدتهم أسباب معينة يمكن تكون اجتماعية مالية فحلو أنهم يلتموا خاصة العائلة لأنه أنا بنظري العائلة هي الأساس فأي ناس يمكن متناحرين أو في هذا فيرجعوا لبيوتهم ويقعدوا مع بعض إذا كان أخوان أهالي أقارب لأنه لازم نهتم نرجع نهتم بالعائلة وضع الحياة اللي بنعيشه الآن وكل ما له باتساع العولمة اللي بتصير بعدت العائلة عن بعض فمن وسط الناس إنه نرجع للعائلة العائلة هي الأساس الآيات دائما هي بتجمعنا نعم أكيد طبعا دكتور صفوان الأدوان شرفنا نورتنا لك كل عام وألف خير عليك وعلى عائلتك